الله أكبر 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 كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله الحكيم الذي لا يجور في قضايا الجواد الذي لا يعود في عطايا الذي شمل إحسانه ولطفه وعمم امتنانه وعتبه واحمده على نعمه واشكره على قسمه واستعينه على تادية شكره والوقوف عند نهيه وأمره واستغفره استغفارا من أساء واقترف وعرف أن الصدق ينجيه فاعترف وأؤمن به إيمانا فأرب إخلاصه الشرك ونفى يقينه الشك والإفك وأتوكل عليه توكل من لا يفزعه إلا إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العالم المعتقد للقائل المقلد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه من أشرف المنابت وأيده بالقول الثابت واختاره من الأنام وكلفه بالصلاة والصيام صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله إن يومكم هذا يوم عظم الله قدره وشرفه وميزه من الأيام وعرفه أبات من بينها حرمته ووفد له من خلفه صفوة وابتلاها وابتلى فيه خليلا وفدا من الدبح سليلا وجعله الخاتم الأيام المعلومات من العشرة ومقدما على الأيام المعدودات من النفر يوم حرام من أيام عظام في شهر حرام يوم الحج الأكبر والحظ الأوفر يوم فيه الآلاء بمشهده وتعظيمه ونزل القرآن بتكريمه فقال الله تعالى وأذن بالناس بالحج يأتوك الأوفر يوم فيه آلاء بمشهده وتعظيمه ونزل القرآن بتكريمه فقال تعالى وأذن بالناس بالحج يأتوك أوفر يوم فيه الآلاء بمشهده وتعظيمه ونزل القرآن بتكريمه فقال تعالى وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يجدوا منافعا لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوقوا بالبيت العتيق فتقربوا لله تعالى بذبائحكم وعظموا شعائر الله واجعلوها من أطيب ذخائركم واستشعروا التقوى في ضمائركم فإنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وتجنبوا بضحاياكم العوراء والأجفاها والجرباء والعرجاء والمريضة البدن وكل ذات عيب ينقص من لحمها وسمنها واختاروها لحسنها وسمنها فإنه يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد ولا بأي من البطان إلا ما له سنة ولا من معز إلا ما له سنتان وسوقها إلى المذابح سوقا رفيقا وأعدوا شامرا
مرهفا رقيقا وليتولى المسلمون ذلك منها واذكروا اسم الله عليها واستقبلوا القبلة بها ولا ذبح إلا بعد الصلاة وذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعد يوم النحر والتكبير سواء الناصر وغير إلا انقضاء صلاة من آخر أيام التشريق واجتنب الصوم في هذه الأيام وإنها أيام أكل وشرب وبعاد وذكر الله تعالى فإذا ثم فكلوا منها وأطعموا وتزودوا وأوزروا على فقرائكم وما ملكت إيمانكم من عبيدكم وإمائكم وكونوا من بار المهتدين وفي مقاصد الرشد مهتدين وعن سبل الرواية معرضين ولثواب الله متعرضين أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فإن الجواز إلى درج النعيم والمجاز عن درك الجحيم وأخذ من صلاة فإنها باب الملة ومعظم النحلة وعلى الصيام فإنها جنة من العذاب وسبيل إلى الثواب ولأداء الزكاة فإنها حق في أموالكم معلوم وفرض في دينكم محتوم ولا حج البيت فإنه يسلب الفدر وعلى صلة الرحم فإنها مسراة في الأموال منشاة في الآجال وعلى صدقة السر فإنها تكفر بها وتدفع بختات المنايا وتجنب الكبائر واحذر الجرائر ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق المحبطات الحسنات ولا تقربوا الزنا فإنه الفاحشة بنص الكتاب والفضيحة يوم الحساب ولا تشربوا الخمر فإنها تنجد اللب وتسقط الرب ولا تأكل الربا فإن ربحه خسران وزيادته نقصان وتجنبوا مال اليتيم وأحسنوا قضاء الغريب والمظالم المظالم فإنها ظلمات لا يجلوها إلا القضاء وأكشفها إلا الأداء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واحذر الدنيا فإنها صراحة قتالة مختالة كم عال أنزلته ووال عزلته وعليم زلزلته وعليم أزلته واعملوا عباد الله والعمل ينفع والاعتذار يسمع قبل حلول الأجل الموعود وورود المنهل المورود فإنكم آبائي أمواتي وابنائي أموات وعما قليل أنتم أموات أين أصحاب الخيول والعساكر أصحاب الخيول والعساكر والأسرة والمنابر والعمائر والعشائر أين القضاة والحكام أين الصدور والأعلام أين الفقهاء المبرزون في ميادين الامتحان أين العلماء المذكرون في البلدان أين القرابة والأخوان أين الأحبة والخلان أين من كان به في الحوادث يستعان فدرملوا النسوان بايتموا البلدان وأدرجوا في لفائف الأكفان وأخرجوا من ساحة الأوطان وأزعجوا مراكب العيدان إلى أضيق منزل ومكان إلى بيوت الحشرات والديدان بيوت الوحشة والخراب بيوت الوحدة عن الحساب بيوت الحصاب التراب بيوت المسألة والجواب فإنهم فيها إلى النفق في الصور يوم البعث والنشور يوم الكشف عن المستور وتحصيل ما في الصدور يوم الفصل والقيامة يوم القارعة والطامة يوم الأخذ بالطلامة يوم الحسرة والندامة هنالك وضع الميزان
ونشر الديوان ومد الصراط على مطون النيران ونادى المنادي ألاتت سعد فلان وشقي فلان ذلك يوما كرهة أمراء سلطانها ورفعت الملوك جنانها وغشيت القلوب بسكراتها وجرت العيون بعبراتها والحوامل ألقت ما في بطونها ووضعت وتذهل كل مرضعة عما ارضعت وبردت السماء فانجدت وكورت الشمس فاسودت وانكدرت النجوم فتناثرت واندكت الجبال فتسايرت وزلزلت الأرض وبدلت وهملت العشائر وعطلت وتشققت القبور فبعثرت وبعثت الأموات فنشرت وأغلفت الجنة فأضنيت وبرزت الجحيم فسعرت ونشرت الصحف فغريت وجاءت الحفظة فشهدت فأغرت الجوارح فنطقت ووجفت القلوب فحبكت وهبطت الملائكة نازلين وقاموا صفوفا خائفين ووقع الخلق على ركبهم جاثين وجيء بالنبيين والمرسلين والخصماء والمتظلمين وقضى بينهم رب العالمين فأخذ للمظلومين من الظالمين هنالك كان الفوز للمطيعين والعز للمتقين والأمن للخائفين والقرب للسابقين والأجر للصابرين والعفو للتائبين جعلنا الله وإياكم من الآمنين برحمته آمين المطمئنين بسنته إن أحسن ما نطقت بألسن المتكلمين وانشرحت بتلاوة صدور المتقين كلام الله رب العالمين والله يقول ذو الحق المبين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من القائل الكريم فإذا قرئت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولي الألباب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وتقبل منا ومنكم إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور بالعيش الحقير في العمر الدافئ القصير
فإن الحساب عسير والناقد بصير كيف تحصون من هو عليكم قدير اعملوا ما شئتم إنهما بما تعملون بصير واعلموا أن الله بدأكم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من عباده في تعميما فقال مبرا وآمرا لهم تعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المبعوث إلى كل جن وإنس الشافع المشفع يوم يقول كل نبي لا أسألك إلا نفسي اللهم وارض عمن نختاره رفيقا واختصه شفيقا وآمن وصدق به فسماه صديقا واعتد الرقاب في سبيل الله فراح من النار عتيقا من حسم من الردة مادة طيها من عرف أنه خير الأمة بعد نبيها من لم يغتر من دهره بالأمان من دهره بالأمان ولم تخدعه لعاعات الزمان أول خر بالغ سبب الإيمان الخليفة الصالح الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى التقي من بعده العفيف القوي في دينه غير الضعيف اللين في أخلاقه غير العنيف من جاهر بإسلامه الإسلام من صدق في الله منه الفعل والكلام من دون الدبابين فجرت بذلك الأقلام إلى يوم القيامة من فتح الفتوح وأنزل للمؤمنين المنوح وغلظ على المشركين فسمي بالنوح طاب الطاب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى من شجعه في النسب وشابكه وخالطه في الأهل وشاركه وأشبهه خلقا وخلقا فاستحيت منه الملائكة من هو على ابنتيه أمينه من هو بالجنة ضمينه من يمينه في بيعته الرضوان يمينه البارع علما الراجح حلما المقتول بحرم بيته ظلما أكرم بال الوفاء شيخ الإسلام والإيمان ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعن افسح العرب لسانا وهجعها جنانا واشمقها بنانا واوضحها بيانا من السنه رفاقه والبدعه رفاقه خير الرجال زوج خير النساء اهدى من اصبح وامسى وسيف الله وسيف رسوله المنتظى البارع في فصل الاحكام والقضاء الامام امير المؤمنين ابي الحسنين علي بن ابي طالب المرتضى رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعن ولديه وريحانتي سيدي شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما الذين كان لجدهما محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين وعن أمهم الزهراء البتول فاطمة بنت محمد الرسول رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها وعن أمهما الطيار في سبيل الله المقتول وعلى جده أم أبي الأملاك العباس وعلى أسد الله حمزة يوم الباس وعلى الصحابة والتابعين من أول يوم إلى يوم الدين وهو علينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصلح من في صلاحه صلاحا للمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاحا للمسلمين واحفظ الحجاج والمسافرين من المسلمين ببرك وبحرك وجنبك أجمعين واجعل اللهم واقية منك واردين والصادرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا فيك أملا بعيدا ورجاء أليما ونحن نرجو أن تتفضل علينا فاستجب دعانا كما وعدتنا وقد علمنا أن لا نستوجب ذلك من أعمالنا فإن كنا غير مستجبين لمعروفك ولا مستاهلين لعطفك فكن أنت أهل التفضل علينا والإحسان إلينا وليس كل معروف يجب عند مستوجبه ولا كل قائل عند من تعرض به وقد يعفو الكريم وغير الراد ومن ذا الذي يدخل بينك وبين خلفك ومن ذا الذي عساك فنكسته من رزقك فقل بالإحسان منك يا الله يا كثير الخير يا الله يا دائم المعروف يا من هو من الآلاء والجود موصوف يا الله من المعروف وأولى من المأمورين وحججت عن الخيرات وأنت خير المتفضلين أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وأمرتنا أن نعتق رجالنا وعبيدنا وأن نحن رجالك وعبيدك فأعتقنا وأمرتنا أن لا نرد السوال فإذا وقفوا بأبوابنا ونحن سوالك واقفون ببابك فلا ترد مسألتنا يا كريم الصفح يا الله يا دائم المعروف يا الله يا من هو بالآلاء والجود موصوف يا الله يا مقتديا بالنعم قبل استحقاقها يا الله يا الله يا الله يا رب يا زهرة يا خبية يا غاية رب يا ياسر السديسين ويا درك الهالكين يا رب العالمين استجب لنا وللمسلمين فهذه الغداء آمين اللهم رحم أولئك المسلمين رحمة ولبستهم عافية وكفيتهم مولية أو أنزلت لهم غيثا إلا جعلت لنا ولهم من ذلك حقا وافيا وسهما جاريا آواكم الله آمين ونصركم الله وحسمكم الله لا جعل الله آخر الحديث لا منا ولا منكم ولا من هذه الغداء آواكم الله نصركم الله حسمكم لا جعله الله آخر العهد لا منا ولا منكم آواكم الله نصركم الله حصركم الله لا جعله الله آخر العهد لا منا ولا منكم ولا من هذه الغداء ونسأله أن يعيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين زاهدين غير منتجصين مغفورا لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشبه فلكنا بالنار اللهم لا تجعلنا من حطب النار وإنا بئس الخراب بئس الدرج وبئس القسوة وبئس الخراب صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا